بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي نستأنف مع الصفحة رقم 47 نبخنو لاباج 47 او ديبي دو لاباج اون ليكتور ديكسيون ليكتور ديكسيون إذا نتكلم عن قراءة ثم ديكسيون إذا نتكلم عن الإلقاء أو طريقة الإلقاء أو طريقة الإلقاء تسمى ديكسيون. ثم عندنا عنوان هذه القصيدة عنوان هذه القصيدة دوني موا دي نوفيل دوني موا دي نوفيل دوني موا دي نوفيل اعطوني كما نقول جديدا. طبعا نتكلم عن شيء مذكر نقول عنه نوفو في المؤنث نقول نوفيل. لكن ايضا كلمه نوفيل تعني خبر نقول نوفو جديد نوفيل يعني جديده. لكن ايضا كلمه نوفيل تعني خبر او تعني نبأ او تعني قصه معينه. اذا نتكلم عن نوفيل اذا عندنا هنا دوني موا دي نوفيل Demande. Et les arbres ont-ils toujours le grand besoin de feuilles, de ramis et tant de silence aux racines? Donnez-moi des nouvelles des rivières. J'en ai connu de bien jolies. Ont-elles encore cette façon personnelle de descendre dans la vallée, de retenir l'image de leur voyage, sans consentir à s'arrêter? Donnez-moi de nouvelles des lampes et des tables qui les soutiennent, et des tables qui les soutiennent, et de vous aussi, tout autour. Donnez-moi des nouvelles du monde. Et les arbres ont-ils toujours besoin de feuilles, de ramis et tant de silence aux racines? Donnez-moi des nouvelles des rivières. J'en ai connu de bien jolies. Ont-elles encore cette façon personnelle de descendre dans la vallée, de retenir l'image de leur voyage sans consentir à s'arrêter? Donnez-moi des nouvelles des lampes et des tables qui les soutiennent et de vous aussi. Tout autour. Donnez-moi des nouvelles du monde. أعطوني خبرا أو أنباء du monde عن العالم. Et les arbres والأشجار ont-ils toujours le grand besoin de feuilles? هل لازالت تحتاج بشكل كبير للأوراق دو غامي وللبريعمات؟ Donnez-moi des nouvelles du monde. أعطوني أخبارا عن العالم. قولوا لي شنو واقع في العالم. Et les arbres ont-ils toujours واش الأشجار مازال عندها لو غون بزوا دو فوي الحاجة الكبيرة دو فوي للأوراق يعني هاد الشجر واش مازال عندها داك العدد الكبير ديال الأوراق اللي تتحيط بها. كما نقول بأن هاد الأشجار ما شبعاتش من هاد الأوراق واش مازال الأشجار بهاد الشكل. إلي زابا أونتيل توجور لو غون بزوا دو فوي والأشجار هل دائما عندها حاجة كبيرة للأوراق؟ هل الأشجار لازالت تحتاج بشكل كبير كما كانت وكما عرفتها لعدد كبير من الأوراق؟ هل لازالت تحتاج بشكل كبير لكمية كبيرة من الأوراق؟ دو غامي غام المقصود به والبريعين غامي كما نتكلم عن بريعمات صغيرة. إطان دو سيلونس أغسين إطان دو سيلونس أغسين والكثير من الصمت أغسين في الجذور. الكاتب هنا يرى بأن جذور الأشجار تتسم بالصمت الكبير. هنا يسأل هل الأشجار لازال جذورها تتسم بهذا الصمت الكبير الطن والكثير كما نقول دو سيلونس من الصمت من الصمت أو الهدوء إلى غير ذلك. وغسين في الجذور يتساءل عن أنباء العالم يتساءل عن الأشجار هل لازالت عندها حاجة للأوراق لذلك هي تنتج أوراق كثيرة محيطة بها وهل لازالت تحتاج إلى الكثير من البراعم الصغيرة ولذلك هي تنتج الكثير من البراعم الصغيرة لا تتوقف عن إنتاج هذه الأشياء وكأنها تحتاجها إطان دو سيلونس غاسين. ثم أن جذورها عندها الكثير من الصمت ثابتة في مكانها لا تتحرك لا تفعل أي شيء. دوني موا دي نوفيل دي ريفيير. ثم ينتقل إلى السؤال عن الأنهار دوني موا دي نوفيل دي ريفيير أعطوني أخبارا عن الأنهار أعطوني أخبارا عن الأنهار. جوني كوني دو بيان جولي جوني كوني دو بيان جولي عندنا لوغاب كونيتخنا في العرافة جوني كوني أنا عرفت منها جي كوني أنا عرفت جي كوني أنا عرفت جوني كوني أنا عرفت منها أنا عرفت من هذا الأنهار دو بيان جولي الجميلة جدا أنا عرفت من هذا الأنهار أنهارا جميلة جدا. إذا هنا يسأل عن الأنهار دوني موا دي نوفيل دي ريفيير أعطوني أخبارا عن الأنهار جوني كوني
دوبيان جولي، أنا عرفت منى الجميلة جدا. المقصود أنا عرفت من الأنهار أنهارا جميلة جدا. أون تيلونكور، هل هي لا تزال عندها؟ أون تيلونكور، هل هي لا زالت عندها؟ علاش قلنا هي لا تزال عندها؟ لأن عندنا أفواهنا. إلزون، إلزون هم عندهم. لماذا قلنا هم عندهم؟ لأن إلزون تجيب عندنا اسم. نتكلم هنا عن ست فاسون بيرسونيل، هذه الطريقة الشخصية. هذا ماشي فعل، ماشي مثلا جي كوني، جي كوني يعني أنا عرفته. نقول مثلا إلزون كوني، هم عرفوا. هنا جا بعد هاد إلزون جا بعد منا فعل، إذن هنا تنتكلم على تصريف فعل كوناتر في الباسي كومبوزي. إلزون كوني، هنا عندنا أون تيل، كمان نقول إلزون. إلزون ست فاسون بيرسونيل، هن عندهن هذه الطريقة الشخصية. إذن كما تلاحظوا بأن إلزون جا بعد منا اسم، وبالتالي هاد أفواغ تفيد الملكية هنا، ماشي جا بعد منه فعل بحال اللي عندنا هنا. جي كوني، أنا عرفت. لو قلت هنا جي ست فاسون بيرسونيل، جي ست فاسون بيرسونيل، إذن هنا أفواغ سيفيد الملكية لأنه سيأتي بعده اسم. أنا عندي هذه الطريقة الشخصية. أون تيلونكور، هو لا زال يتساءل عن الأنهار. أون تيلونكور، هل هي لا تزال عندها؟ ست فاسون بيرسونيل، هذه الطريقة الشخصية. أشنا هي الطريقة الشخصية التي تتساءل عليها الكاتب؟ شنا هي الطريقة الشخصية اللي تتساءل عليها الكاتب؟ دو ديسوندر دون لا فالي، دو ديسوندر دون لا فالي، دو ديسوندر دون لا فالي، بالنزول في الوادي. غيكون عندك واحد النار وتنزل في الوادي. عنده واحد الطريقة شخصية كما تلاحظوا، عنده طريقة شخصية خاصة به، حتى حاجة أخرى ما تدير بحاله. بمعنى آخر، إذا عنده طريقة شخصية خاصة به هنا. هنا يتساءل، واش الأنهار اللي أنا عرفت منها شي أنهار جميلة، واش مازال عندها هذيك الطريقة الشخصية؟ شنو هي الطريقة الشخصية ديالها؟ ديك الطريقة اللي تتنزل بها في الوادي، هذا هو المعنى، ديك الطريقة اللي تتنزل بها في الوادي. طبعا هنا غنفرقوا بين جوج الكلمات، غنفرقوا بين لا ريفيير وبين لا فالي. شنو الفرق بيناتهم؟ لا ريفيير نتكلم عن كوردو ناتورال دو موية امبورتونس وكي سوجيت دون ان اوتر كوردو. اذا كوردو ناتورال، اذا نتكلم عن تيار مائي طبيعي دو موية امبورتونس. كما نقول باعتبار متوسط، نتكلم عن تيار متوسط الحجم، لا نتكلم عن نهر كبير، لا نتكلم عن تيار مائي كبير، بل نتكلم عن تيار مائي متوسط الحجم، نتكلم هنا عن الماء. وكي سوجيت دون ان اوتر كوردو، او نتكلم عن تيار مائي كي سوجيت الذي يرتمي، بحال تنقولو تيتلاح، جوطي انك ترمي شيئا. هنا تنتكلمو على لو فيرب سو جوطي، انه يرمي نفسه كما نقول. المقصود نتكلم عن تيار مائي صغير متوسط يرمي نفسه، انه يرتمي بمعنى اخر دون ان اوتر كوردو، دون ان اوتر كوردو يعني في تيار مائي اخر. اذا يكون عندنا تيار مائي يرتمي في تيار مائي اخر، اذا هذا يسمى لا ريفيير. ثم عندنا لا فالي، لا فالي اذا نتكلم عن اسباس الونجي، اذا نتكلم عن مساحه الونجي ممتده. اذا هنا ما تنتكلموش على الماء، تنتكلموا على المكان. اونتر دو زون بليز الفي، اونتر دو زون بليز الفي، بين منطقتين مرتفعتين. عندنا منطقه مرتفعه ومنطقه مرتفعه، وبيناتها عندنا اسباس الونجي. اذا نتكلم عن اسباس الونجي اونتر دو زون بليز الفي، إذا نتكلم عن منطقتين مرتفعتين بلي كونكاف، بلي كونكاف، إذا نتكلم عن انتناء مقعر، إذا هنا نتكلم عن انتناء مقعر، انتناء الأرض بشكل مقعر. و إسباس أو نتكلم عن فضاء سيتوي متموقع دو باغ إي دوطخ، من جهة ومن أخرى. و إسباس أو نتكلم عن فضاء سيتوي متموقعا دو باغ من جهة إي دوطخ ومن جهة أخرى. ديلي من السرير دان كوردو لي تيار مائي، نتكلم عن نفس الشيء. اذا نتكلم عن اسباس سيتوي دو باغ اي دوطخ، فضاء سيتوي متموقعا دو باغ اي دوطخ من جهه من اخرى. ديلي من سرير دان كوردو لي تيار مائي. لنفرق بين لا ريفيير اي لا فالي، الكاتب هنا يتساءل عن هذا التيار المائي، هل لا زالت عنده طريقته الخاصه في النزول في هذه المساحه،
في النزول في هذا الفضاء. إذن واش مازال داك الماء تيهبط في هذه المساحة المقعرة بديك الطريقة ديالو؟ إذا نتكلم عن طريقة شخصية كاملة نقول مثلا هنا نتكلم عن أن كوردو، إذا نتكلم عن تيار مائي، ثم عندنا أون فالي، فوالا سيت أون فالي. إذا نتكلم هنا عن مساحة فقط، إذا هذه تسمى فالي رغم أن ما فيهاش الماء، ولكن واحد الوقيته غيبدا يجي الماء. الكاتب تيسول واش داك التيار المائي مازال عنده الطريقة ديالو وهو تينزل في هذه المساحة اللي تنشوفو هنا. سيت أون أوتر فالي كما تنشوفو، إذا نتكلم عن وادي آخر. إذن دوني موا دي نوفيل دي ريفيير، أعطوني أخبارا عن الأنهار. جوني كوني دو بيان جولي، أنا عرفت منها الجميلة. أنطيل أنكور سيت فاسون بيرسونيل، هل لا تزال عندها هذه الطريقة الشخصية؟ هل لا تزال عندها هذه الطريقة الشخصية؟ دو ديسوندر دون لا فالي، دو ديسوندر دون لا فالي، بالنزول في الوادي. دو روتونيغ ليماج دو لوغ فوياج، دو روتونيغ ليماج دو لوغ فوياج. عندنا هنا روتونيغ، روتونيغ يعني انك تشد باليد. دو روتونيغ ليماج دو لوغ فوياج، طبعا روتونيغ المقصود بها امساك، المقصود بها ايضا مانع تحبس شيئا عن الذهاب مثلا او عن الانطلاق. اذا نتكلم عن روتونيغ، روتونيغ كيلكا مثلا انك تحبس شخصا، روتونيغ التي تعني امساك، حبس ممكن أن تعني حبسة، أنك تحجز شيئا، تحتفظ بشيء، احتفظ بشيء، كأنك تحتجز شيئا. إذا نتكلم عن روتونيغ، هنا الكاتب يتساءل هل تزال هذه الأنهار أن تحتفظ بالصورة دو لو فوياج لسفرها. طبعا من الجبال إلى البحار الأنهار تحتفظ بصورة معينة، حيث ما نظرت لها على طول هذه الرحلة تجد النار هو النار نفسه لا يتغير شكله. إذا نتكلم عن السمات التي تطبع هذا النار، إذا عنده صورة معينة، وبالتالي نحن عندنا صورة معينة عن هذا النار. إذا هل لازالت هذه الأنهار تحتفظ بصورها وهي تسافر من الجبال أو من المنابع إلى البحار أو إلى مناطق أخرى؟ بيرسونيل لو ديسوند دون لا فالي، هل لازالت عندها هذه الطريقة الشخصية في النزول في الوادي والاحتفاظ بصورة سفرها؟ هل لازالت تحتفظ بصورة سفرها؟ سون كونسونتيغ أساغيطي، سون كونسونتيغ أساغيطي، بدون أن ترضى وبدون أن توافق أساغيطي على التوقف. إذا الأنهار دائما تسير، تسير إلى هدفها كما نقول، أن لا ترضى التوقف، لا تريد التوقف. إذا الأنهار هذه طبيعتها وهذه صورتها، هل الأنهار لازالت بهذا الشكل؟ هل لازالت الأنهار تحتفظ بصورتها بدون أن توافق على التوقف، لا تريد أن تتوقف؟ سون كونسونتيغ ساغيطي، طبعا عندنا الفيرب كونسونتيغ، أكسبتي كان ليفينمو إليو، أنك تقبل، أكسبتي كان ليفينمو إليو، أنك تقبل بحادث إليو يكون له مكان، تتقبل باش يكون واحد الحادث عنده مكان. ما معنى هذا؟ معناه أنك تقبل بحدوث هذا الحادث، توافق عليه. أكسبتي كان ليفينمو إليو، أنك تقبل بحدوث هذا الحادث. أو كين شوز سوفاس، أو واحد الشيء أنه يفعل. هنا عندنا الفيرب فيغ، فعل. إذا أكسبتي كين شوز سوفاس، أنك تقبل بأن شيئا ما يفعل، يعني أنك تتقبل واحد الحاجة أن الدير، هذا هو المقصود، أنك تتقبل بشي حاجة الدير، شي واحد يطلبك على شي حاجة تتقبل ديك الحاجة، أنك تخليها تكون. إذا المقصود بأنك تقبل، بمعنى آخر نقول مثلا جو كونسون دو غوفونيغ، أنا أوافق على الرجوع. جو كونسون دو غوفونيغ، أنا أوافق على الرجوع. إذا نتكلم على لو فيرب كونسونتيغ، نقول أيضا جو كونسون à ce que la banque recueille, utilise et partage mes informations personnelles. Je consens un ouafiq à ce que la banque recueille, un ouafiq à la anna al-banka recueille, anna yajma, utilise, anna yastamil et partage mes informations personnelles. Thumma yushirik ma'loumati al-shakhsiya. Idan anna tanqabal mal-bank ila bghi yajma al-ma'loumat diali yajma'a
بغى يستعمل المعلومات ديالي يستعملها، بغى يفرقها على الناس يفرقها، هذا هو المقصود. طبعا المعلومات الشخصية خاصة لا يمكن لشخص التصرف فيها من أي جهة كانت إلا إذا وافقت عليها. Je consens à ce que la banque recueille utilise et partage mes informations personnelles. أنا أوافق على أن البنك يجمع ويستعمل ويوزع معلوماتي الشخصية. ثم أن الفيرب consentir ممكن أنه يعني بدلا، ممكن أنه يعني بدلا. نقول مثلا consentir des efforts. consentir des efforts أنك تبذل مجهودات، تبذل مجهودات. إذن في البريزون نقول je consens، في البريزون دو لانديكاتيف نقول je consens، tu consens، il consent، elle consent، on consent، nous consentons، nous consentons، vous consentez، vous consentez، il consente، il consente، elle consente، elle consente. في الفيتور نقول je consentirai، je consentirai، أنا سأوافق. في المستقبل je consentirai، tu consentiras، أنت ستوافق أو أنت ستوافقين. il consentira، il consentira، هو سيوافق. elle consentira، elle consentira، هي ستوافق. on consentira، أن الناس سيوافقون. مثلا nous consentirons، نحن سنوافق. vous consentirez، أنتم ستوافقون. ils consentiront، ils consentiront، هم سيوافقون. في الباسي كومبوزي طبعا عدنا لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل consentir هو consenti. طبعا نضع امامه l'auxiliaire avoir au présent، نقول j'ai، tu as، il a، nous avons، vous avez، ils ont. ثم نضع consenti، 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 il غير ذلك. اذا نقول j'ai consenti، tu as consenti، il a consenti، nous avons consenti، vous avez consenti، ils ont consenti، ils ont consenti. هنا الكاتب يتساءل على الانهار هل لازالت لها طريقتها الشخصية في النزول في الوادي، وهل لازالت تحتفظ بصورتها بحيث أنها لا توافق على التوقف. On telle encore cette façon personnelle de descendre dans la vallée، de retenir l'image de leur voyage sans consentir à s'arrêter. Donnez-moi des nouvelles des lampes. ثم ينتقل إلى السؤال عن les lampes. les lampes يعني المصابيح. إذا نتكلم عن مصابيح النور. دوني مادي نوفيل دي لامب، أعطوني أخبارا عن المصابيح. إدي الطابل كيلي سوتيان، إدي الطابل كيلي سوتيان، والموائد التي تدعمها. طبعا نتكلم عن الفيرب سوتونير، أنك تدعم، أنك تدعم، أنك تساعد إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن الفيرب سوتونير، الفيرب سوتونير. دوني مادي نوفيل دي لامب، دوني مادي نوفيل دي لامب، أعطوني أخبارا عن المصابيح. ايدي طابل كيلي سوتيان، والموائد التي تدعمها. عادة في القديم كانت توضع الموائد ثم توضع فوقها المصابيح. ممكن نتحدث هنا عن المصابيح القديمة العتيقة التي كانت تعمل بالغاز إلى غير ذلك. هذه المصابيح طبعا كانت توضع فوق الموائد. ثم يقول ايدو فو اوسي توتور، وعنكم أيضا أنتم توتور، كلكم حول، حول المائدة. طبعا أعطوني أخبارا عن المصابيح وعن الموائد التي تدعم المصابيح، ثم أعطوني أخبارا عنكم أنتم الذين توجدون حول المصابيح وحول الموائد. إذن أعطوني أخبارا عن كل هذا. إذن نستأنف مع القصيدة في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.